إنما الحياة الدنيا. ثم يكفي الاسم الحياة الايه الدنيا. ساعة ما تيجي الحياة الدنيا نبقى نعرف ان فيه مقابل اللي هي الحياة الايه الحياة العليا. انما الحياة هيجيب لها اسم ألعن من ده ايه بقى، انما الحياة الدنيا. بس يعني ما ناخدهاش بقى على ان الدنيا مذمومة. ليه؟ لان الدنيا هي مزرعة الاخرة. هو انت هتروح الجنة بايه؟ مش بانك تحسن عملك في الدنيا؟ اذا فالدنيا هي موضوع الدين، مش الاخرة هي موضوع الدين. الاخرة جزاء، والجزاء على الشيء ليس هو الشيء. يبقى الدنيا إيه؟ ولذلك قلنا زمان الدنيا اهم من ان تنسى، اوعى تنساها. ليه؟ لان هي اللي هتديك الايه، هتديك الاخرة. الدنيا اهم من ان تنسى، ولكنها اتفه من ان تكون غاية. ما هي الغاية؟ لان الغاية دائما الغاية، غاية الشيء إيه؟ هي ما ليس للغاية بعد. انا بدخل الابتدائي وبعدين الاعدادي وبعدين السنة وبعدين الكلية وبعدين اخذ الشاشة وبعدين اتوظف وبعدين الجو وبعدين يبقى العيال وبعدين وبعدين يجي لي زي اللي جيت يموت. تبقى دي مش الغاية. ما دام لها بعدين ما يبقاش الغاية. وبعدين تقوم الساعة، طب وبعدين يدخل الجنة، يدخل الجنة ولا يدخل النار، النار. وبعدين ما فيش حاجة، لا نموت ولا تموت. يبقى الغاية الحقيقية هي ايه؟ هي التي ليس لها بعد. انما الغايات اللي لها بعد تبقى مرحلة، تبقى ايه؟ مرحلة من الايه؟ من المراحل.